مأساة المقابر الجماعية في دارنا، ناقوس خطر يدق أجراس العالم، كارثة بكل المقاييس بتعيشها مدينة دارنا الليبية بعد إعصار دانيال الخاسف، مأساة صعبة تتوصف بالكلمات أو بالمشاعر. آلاف البيوت اتساوت بالأرض، أحياء كاملة اتمسحت من على الخريطة وغرقتها الفيضانات. ريحة الموت بقت مغرقة الشوارع والجثث مرمية في كل مكان. رغم مرور أسبوع على المأساة الليبية إلا أن الجثث لسه بتظهر، سواء كانت مدفونة تحت الأنقاض أو حدفتها أمواج الشاطئ. لحد امبارح بس وصل عدد الضحايا ل 15,000 بين وفاة وفقدان ونسح 30,000 مواطن مشرد من سكان الأحياء المنكوبة لمناطق تانية، وما زال البحث جاري عن الباقي. وأعلنت الحكومة المكلفة أنه تم دفن 3,166 متوفي لحد الآن. مع تزايد عدد الضحايا كل يوم الوضع ساء، ودارنا بقت عبارة عن مقبرة مفتوحة للجثث في كل حتة، على الشط، في الشوارع، وبين الأنقاض. وإمكانية دفن الجثث مش بس صعب، ده يكاد يكون مستحيل بسبب المية اللي مالية الشوارع، وده خلاهم يلجأوا لفكرة المقابر الجماعية حسب تقرير الأمم المتحدة اللي أكد أن أكتر من 1,000 شخص اتدفنوا في مقابر جماعية من وقت ما ليبيا تعرضت للسيول لحد يوم الحد. حالة من الفوضى كانت وما زالت عايشاها ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، خلت عملية إحصاء عدد الضحايا أمر صعب، خصوصاً أن غالبية الجثث بيتم انتشالها من البحر ويتم دفنها مباشرة بشكل جماعي بدون تنظيم، وأغلب الجثث مش معروف هويتها ولا جنسيتها، وعددهم آلاف. ده اللي خلى منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة تانية تدعو للتوقف عن دفن الجثث بالطريقة دي، لأن ده ممكن يسبب كارثة صحية لو الجثث مدفونة بالقرب من المية. ده غير المشكلات النفسية اللي بتعاني منها العائلات بسبب عدم معرفتهم لمكان أبنائهم الضحايا. ومع تفاقم الأزمة وتزايد أعداد الضحايا والدفن الجماعي، خرجت توقعات بإخلاء المدينة تحسباً لانتشار الأوبئة بسبب الجثث اللي بدأت تتحلل تحت الأنقاض. وحذر خبراء البيئة من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة نتيجة تلوث مياه الشرب في المدينة. وأكد وزير البيئة الليبي إن الفرق التابعة لوزارته بتحلل المياه الجوفية يومياً عشان تتأكد إذا كانت ملوثة ولا لأ، ونصح السكان بعدم شرب أو استخدام المياه الجوفية في المدينة، وتم منع المدنيين من دخول المدينة. وفعلاً بدأت فرق الإنقاذ والمسؤولين إكمال عمليات التنقيب عن الجثث وانتشالها، وبسبب انتشار روائح الجثث المتحللة بدأت عمليات الرش والتعقيم لشوارع دارنا. دارنا اللي مهما تخيلت حجم الدمار اللي فيها مش هتقدر توصفه، هتحس إنك بتتفرج على انهيار سد فيلم هندي أو محاكاة لإعصار تسونامي في فيلم أجنبي. مشهد يخليك تحبس أنفاسك وتترعب وانت في مكانك، فما بالك بسكان دارنا اللي عاشوا أسوأ لحظات ممكن يعيشها البشر. اللي حصل في دارنا درس للعالم كله، ياريت نفهم وما نتأخرش عن مساعدة بعضنا. دارنا محتاجة كل عربي وكل أجنبي يقف في ظهرها ويلملم أشلاءها علشان تقدر تتعافى والزمن يداوي جروحها. رحم الله كل شهداء دارنا الراحلين وألهم ذويهم الصبر والسلوان.